رجل لم يعرف له أي موقف، حتى تواريخهم، راجعوا تواريخهم. الأول، الثاني، الثالث، لهم موقف واحد في التاريخ، لهم موقف في بدر؟ لا. لهم موقف في أحد؟ لا. الثالث فر، ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام عاد إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لقد ذهبت بها عريضة في حنين في الخندق، ما كانت حربا أو حربين، عشرات الحروب. راجعوا جميع التواريخ، هل لهؤلاء موقف واحد؟ رجال لم يسجل لهم التاريخ حتى التاريخ الكاذب ولا موقفا واحدا، ورجل لم يخل منهم موقف من المواقف. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهم. إذا كل العرب يأتون ويواجهون عليا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقف يقارن هذا بهؤلاء؟